ارتفاع عدد الإصابات بفيروس الكورونا في إثيوبيا إلى 111 بعد تسجيل 3 إصابات جديدة خلال 24 ساعة الماضية. رفع الصلوات في الكنائس السورية المشرقية دون مصلين احتفالا بعيد الفصح. مرحبا بكم مع نشرة الأخبار، أقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي. توجه رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد بالشكر إلى إدارة فريق الإطفاء في مجمع هواسا الصناعي برسالة شكر وتقدير على قيام الإدارة بعملية التعقيم ورش ورش الطفيليات والكيميائيات المضادة للميكروبات الأسبوعية. كما أشاد رئيس الوزراء أبي أحمد بدور الآخرين في هذا الصدد، قائلا إن العديد من الهيئات في جميع أنحاء البلاد لديها تعاون مثالي في مكافحة فيروس الكورونا. احتفل رئيس الوزراء أبي أحمد وأعضاء مجلس الوزراء بعيد الفصح مع المعاقين بسبب الحرب. واحتفل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالعيد الفصح بحضور مركز المعاقين في لدتا. وفي رسالته قال رئيس الوزراء بأنه مسرور للاحتفال بعيد الفصح مع قدام المحاربين، وأضاف بأنه ينبغي الاحتفال بذكرى المحاربين الذين ضحوا بحياتهم بشجاعة في البلاد، كما يجب أن تحترم ونحب بعضنا البعض. وذكرت الوكالة أن أعضاء مجلس الوزراء قدموا أيضا تبرعات لمركز المحاربين القدامى، ويتلقى 140 من كبار المحاربين القدامى الرعاية في المركز الصحي للرعاية. زار رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد المركز الطبي الذي يتم تجهيزه لمرضى فيروس الكورونا في قاعة الألفية، ويقدم المركز العلاج للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس الكورونا. ومن المقرر أن يستوعب هذا المركز 1000 مصاب بفيروس الكورونا، وتم إعداد قاعة الألفية كمستشفى كبير مؤقت يمكنه أن يعالج مرضى الكورونا. ولدى المركز أيضا مجموعة من المهنيين الصحيين، ويوجد حاليا 360 سريرا، وستكون المتبقية جاهزة في غضون أسبوع. أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس الكورونا خلال الساعات 24 الماضية بعد فحوصات تم إجراؤها ل 396 شخصاً، ليرتفع الإجمالي للإصابة على مستوى البلاد إلى 111. ووفقا للوزارة فإن المصابين الثلاثة مواطنين إثيوبيين من سكان مدينة دريدوا، واثنين منهم كانا قد قدما من جيبوتي وتم إدخالهما في الحجر الصحي، بينما كان الثالث على صلة بهما. وأفادت وزارة الصحة الإثيوبية أن حالات التعافي من المرض حتى الآن بلغت 16 شخصا، في حين بلغت عدد الوفيات 3 أشخاص. قالت مؤسسة جاك ما بأنها ستقدم تبرعا ثالثا بالمعدات الطبية إلى الاتحاد الإفريقي وأيضا إلى مراكز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وذلك لمساعدة الدول الأفريقية في مكافحة وباء الكورونا. وتشمل المستلزمات الطبية 4.6 مليون قناع و200 ألف مجموعة من الملابس وغيرها من المعدات الطبية. وفي شهر مارس تبرعت المؤسسة بمئة ألف قناع طبي وعشرين ألف مجموعة اختبار وألف بدلة واقية لكل من البلدان الإفريقية 55.
وسجلت إفريقيا حتى الآن ما يقرب من 22 ألف حالة مؤكدة من فيروس الكورونا، وذلك مع أكثر من 1000 حالة وفاة وأكثر من 5 حالات للتعافي. ستسير الخطوط الجوية الإثيوبية 3 رحلات أسبوعية إلى مطار كلمنجارو الدولي في تنزانيا، وذلك لشحن المنتجات الطازجة المتجهة إلى الأسواق الأوروبية. ويأتي هذا الترتيب كنتيجة لمبادرة مشتركة من قبل جمعية تنزانيا للبستنة وشركة كلمنجارو لتطوير المطارات، والتي تدير المطار وإحدى شركات النقل الرائدة في إفريقيا. وتأثرت تصدير المنتجات البستنة في تنزانيا سلبا بتفشي فيروس الكورونا، حيث أجبرت شركات النقل العالمية الكبرى على تعليق رحلاتها إلى تنزانيا. صرح وزير الخارجية الإثيوبي جدون دركاتشو أن علاقات إثيوبيا بالشرق الأوسط تاريخية وعريقة. وأوضح الوزير الإثيوبي خلال مقابلة مع العين الإخبارية أكد فيها أن إثيوبيا تربطها علاقات وطيدة ولديها العديد من القضايا، فضلا عن الارتباط الجغرافي والتاريخي، مشيرا إلى أن هذه العلاقة تسير في مسارها الصحيح. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير لقناة العين الإخبارية. ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር ያለው ግንኙነታችን መለከተ ወደድንም ጠላንም በብዙ ነገር የተሳሰረ ግንኙነት ነው ያለ። መጀመሪያ በጂኦግራፊ የተሳሰረ በቅርብ ግንኙነት ያለን ሀገሮች በአንድ አካባቢ የምንኖራለን። በሁለተኛ ደረጃ በታሪክ ከፍተኛ ትስስር ያለን ምናልባትም ወደኋላ ሄደን ብንመለከተው የኢትዮጵያና የመካከለኛው ምስራቅ አገሮች ግንኙነት ምን ያህል ግሎሪየስ የሆነ ታሪክ እንዳለን መረዳት እንችላለን። ሌላ ሃይማኖት የሚያስተሳስረን አገሮች ነው። እስልምና ምናልባትም ከመካ ቀጥሎ በዓለም ላይ የመጀመሪያ እስልምናን የተቀበለች ሀገር ኢትዮጵያ። የአንድ ከእስልምና አኳያ አንድ ታሪካዊ እና ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገች ሀገር ነው እና ብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው። ከኢኮኖሚ ጋር ብንወስድ ከጥንት ጀምሮ ሰፊ የንግድ ትስስር ያለን አገሮች ነን ማለት ነው። ኢትዮጵያና የመካከለኛው ምስራቅ አገሮች ሰፊ የንግድ ትስስር የነበረን በታሪክ ውስጥ። አሁንም በምንወስድበት ጊዜ ብዙ የመካከለኛው ምስራቅ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት አድርገዋል። ምናልባትም ከቻይና ከህንድና ከተወሰኑ ሀገሮች ቀጥለ ሳውዲ አረቢያ ናት ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት በማድረግ የምትታወቀው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት እያደረጉ። ስለዚህ በመንግስት ለመንግስት ያለው ግንኙነት በእጅጉ እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ አለ። ይሄ የመንግስት ለመንግስት ግንኙነት በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ በብዙ መንገድ ግንኙነታችን እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ አለ። በእውነቱ ትክክለኛ አቅጣጫውን ይዞ እየቀጠለ ነው ማለት ይቻላል። ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር ያለን رفعت الصلوات في الكنائس المشرقية السورية احتفالا بعيد الفصح، لكنها كانت دون مصلين. ورغم سنوات الحرب بقي المسيحيين السوريين يزورون كنائسهم، لكن الكورونا وقفت حجرة عثر في وجه تقاليدهم هذا العام.
فقد خلت كنيسة النبي إلياس الأرثوذكسية في حلب من المصلين الذين احتفلوا ببيوتهم بعيد الفصح بعد بحسب التقويم الشرقي، ووفقا للإجراءات الحكومية الرامية لاحتواء وباء الكورونا، فقد بلغت عدد الإصابات المعلنة عنها في سوريا إلى 38 إصابة. وتصلي هذه الراهبة وحيدة في كنيستها في حلب شمالي سوريا، وتم بث القداس عبر الإنترنت ليشاهده المصلون من منازلهم في معظم البلدان والكنائس المختلفة بعهد الفصح في كل من سوريا ولبنان ومصر وفلسطين ودول أوروبا الشرقية وروسيا. بدأت دول أوروبية في تخفيف الإجراءات المتعلقة بالحظر والإغلاق، وذلك بعد تراجع انتشار وباء الكورونا. وسجلت أوروبا وحدها نحو ثلثي الوفيات الناتجة عن الفيروس، لكن مؤشر التحسن دفعت عدة دول لبدء تخفيف الإجراءات في مسعى للعودة إلى الحياة الطبيعية بطريقة حذرة. وفي إيطاليا الأكثر تضرراً في أوروبا سيبدأ تخفيف القيود في 3 مايو المقبل وفق ما أعلنته السلطات الإيطالية، علماً بأن الشركات تعيد شيئاً فشيئاً فتح أبوابها وسط تدابير وقائية مشددة. وفي إسبانيا أعلن رئيس مركز الطوارئ الصحية فرناندو سيمون أنه للمرة الأولى منذ 22 مارس الماضي تراجعت عدد الوفيات اليومية إلى أقل مستويات لها. وفي فرنسا قال رئيس الوزراء الفرنسي: لم نخرج من الأزمة الصحية، وإن كانت الأوضاع تتحسن تدريجيا وببطء ولكنها تسير بثبات. وأعلنت السلطات الفرنسية أنها تنوي البدء في تخفيف القيود اعتبارا من 11 مايو المقبل. السادة المشاهدون، أشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، وأرجو لكم أطيب الأوقات.